اهلا بكم اعزائي طلبه وطالبات دبلوم مدارس ثانويه تجاريه في حلقه جديده وبرنامجنا مدرسه على هواء مع النهارده ماده الاحصاء. ان شاء الله النهارده احنا هنراجع على الفصل الدراسي الاول. طبعا عندنا هنراجع على الاجزاء اللي احنا تعرضنا ليها في الفصل الدراسي الاول، الاحتمالات والتوزيع الطبيعي والعينات. اسمحوا لي في البدايه ارحب باستاذنا الاستاذ محمد ابو نار، موجه رياضه ونادي الاحصاء وزاره التربيه والتعليم. اهلا بحضرتك يا استاذ. أنا بحضرتك أستاذ عماد، برحب بحضرتك وبرحب بأبنائي وأعزائي، وإن شاء الله نعمل حلقة دايما إن شاء الله تقربهم دايما للنجاح بخطوات إن شاء الله. إن شاء الله يا أستاذ محمد، إحنا النهاردة إن شاء الله عندنا مراجعة على الفصل الدراسي الأول، وطبعا إحنا هنبدأ بداية بالاحتمالات زي ما حضرتك عودتنا، يعني هنبدأ نتكلم الأول في الاحتمالات ومعانا مجموعة من التمارين، وإن شاء الله بعد كده مرورا بالتوزيع الطبيعي، وإن شاء الله يعني على قد حلقتنا إن إحنا نقدر إن شاء الله نغطي أكبر قدر من الفصل الدراسي الأول إن شاء الله. ان شاء الله هنبدا النهارده مع بعض ازاي اعرف احسب الاحتمال. انا عندي الكورس الاولاني او الجزء الاولاني او الفصل الدراسي الاول مكون من ثلاث ابواب، باب الاحتمالات، بعد كده التوزيع الطبيعي، وبعد كده باب العينات. هنبدا في الاحتمالات مع بعض بمسلمات الاحتمال. ازاي اعمل او ازاي اقدر احسب احتمال اي حدث؟ بشوف عدد عناصر تكرار هذا الحدث كام على عدد عناصر فضاء العينه. يعني ايه الكلمتين اللي انا قلتهم دول؟ يعني بشوف احتمال اي حدث في الدنيا بيقع ما بين كام وكام؟ قال لي ما بين الصفر والواحد. وقلت لك كلمة بسط ومقام، البسط اللي فوق عدد مرات تكرار هذا الحدث، المقام عدد عناصر فضاء العينة. يبقى الاحتمال بتاعك هيبقى بسط ومقام، يعني رقم أقل منين؟ أقل من الواحد الصحيح. يبقى يتراوح الاحتمال ما بين الصفر والواحد. طب افرض إن احتمال حدث طلع واحد، أصبح الاحتمال هنا حدث، يسمى هذا الحدث حدث مؤكد. أما احتمال الحدث المستحيل دائما وأبدا احتماله بيساوي صفر. طيب احتمال حدث محتمل الوقوع، محتمل الوقوع يعني ايه؟ بيقع ما بين مين ومين؟ برافو عليك، بين الصفر والواحد. او الفكره معايا احتمال الحدث الف دائما وابدا اكبر من واقل من، اكبر من الصفر واقل من الواحد الصحيح. السؤال بتاعي، طب لو الاحتمال ده طلع بصفر اصبح الحدث ده يسمى حدث مستحيل. طيب لو طلع الاحتمال بواحد اصبح هذا الحدث حدث مؤكد. وما لو طلع ما بين الصفر والواحد أصبح حدث قابل للاحتمال أو يخضع لنظرية الاحتمال. طيب معايا دلوقتي، لو أنا النهاردة عندي دلوقتي عايز أعرف أحسب الاحتمال، احتمال الحدث ألف بيساوي إيه؟ عدد مرات تكرار هذا الحدث اسمها الفئة الجزئية على عدد عناصر الفضاء العينة أو اللي هو الفضاء الكلي. لو أنا النهاردة عندي مثال بسيط جدا جدا جدا، عندي لو رميت قطعة نقود مرة واحدة، قطعة نقود مرة واحدة، يبقى الفضاء اللي عندي يا صورة يا كتابة. طب لو طلب مني احتمال صورة أشوف كم صورة وأقسم على عدد عناصر فضاء العين. طلب احتمال ظهور كتابة، كتابة واحدة، أشوف عدد الكتابات كام، برافو عليك، وأقسم على عدد عناصر فضاء العين. يبقى أنا عندي لو عندي هنا فضاء العينة بتاعي فيه بتساوي إيه؟ قلت له يا تطلع يا صورة يا تطلع كتابة. الجمال اللي هنا فين؟ هيطلب مني احتمال ظهور صورة، هقول له احتمال وأكتب جنبيها صورة. عايزك تركز معايا، أشوف كم صورة، قال لي الصورة واحدة، أروح حاطط هنا واحد. عدد عناصر فضاء العينة كام؟ اتنين. طيب بعد كده عندي احتمال لو في كتابة بس، يبقى أنا هقسم على اتنين. كم كتابة معك؟ قال لي كتابة واحدة، يبقى واحد على اتنين. خلي بالك ده اسمه إيه؟ ده اسمه احتمال وقوع صورة واحدة، واحد على اتنين، واحتمال ظهور كتابة واحدة برضو واحد على اتنين. عايز أقول لك إن الاتنين دول بيكملوا بعض. لو أنا عندي الحدث ألف اسمه ايه؟ ح ألف أو احتمال ألف زائد احتمال عدم وقوع الحدث ألف بيساوي واحد. قلناها قبل كده، لو عندي بالشكل ده كده ده الحدث ألف، كل ده ألف شرطة، ألف شرطة دي عشان أجيبها، يبقى أنا عندي احتمال الألف زائد احتمال الألف شرطة بيساوي كام؟ بيساوي واحد. يعني ايه اسمها احتمال ألف شرطة؟ اسمها احتمال عدم وقوع الحدث ألف. يبقى ده وقوع الحدث ألف وده عدم وقوع الحدث ألف. اللي أنا عايزك تعرفه عشان أجيب احتمال الحدث ألف، بشوف عدد مرات تكرار الحدث ألف كام على عدد عناصر فضاء العينة. بعد كده عندي مسلمة تانية من مسلمات الاحتمالات، إن أنت يتراوح أي احتمال في الدنيا بين الصفر والواحد، أدي واحد. حاجة تانية إن احتمال الحدث زائد احتمال عدم وقوعه بيساوي واحد صحيح، يعني احتمال ألف زائد احتمال ألف شرطة بيساوي واحد. الحالة الثالثة اللي لازم تعرفها من مسلمات نظرية الاحتمالات، ان احتمال ألف اتحاد به للأحداث المتنافية هو كل احتمال الألف زائد احتمال البه. هنبدأ مع بعض تمارين بسيطة جدا لطريقة حساب الاحتمالات وناخدهم بالتدريج.
ماشي استاذ محمد، يبقى احنا زي ما حضرتك عودتنا برضو يعني احنا نحاول نغطي الافكار اللي حضرتك بتتكلم فيها بمجموعه من التمارين تباعا. يعني لو بدانا مثلا بصندوق به 8 كرات حمراء وسبع كرات خضراء وخمس كرات صفراء، سحبت منه كره بطريقه عشوائيه، عايزين نحسب اولا احتمال الكره مصحوبه حمراء واحتمال الكره مصحوبه ليست حمراء واحتمال الكره مصحوبه خضراء او حمراء. ولو يعني يا استاذ محمد احنا حطينا كده قلنا احتمال الكره مصحوبه زرقاء دي. طيب. من عندي كده يعني. طيب انا دلوقتي هشوف عدد عناصر فضاء العينه كام، اشوف كام كره حمراء كام كره صفراء كام كره خضراء، واجمع هيطلع العدد الكلي للايه للكرات. لما تحسب الاحتمال هتقسم على العدد الكلي، يبقى انا عندي كرات حمراء وعندي كرات تانية خضراء وبعد الخضراء في صفراء. كانوا كام كره صفراء؟ قال لي 5 و8 احمر و7. لما تجمع دول بالظبط وبالتحديد يطلعوا كام؟ قال لي هيطلعوا 20 كره. 15 و5 بقينا كام؟ لما تيجي تقسم تقسم على كام؟ قال لي هقسم على 20. اول كلمه عايزها هو عايز احتمال الكره المسحوبه حمراء. كلام جميل. نقسم على كام؟ قال لي على 20. كم كره حمراء؟ 8 ولا 7 ولا 5؟ برافو عليك، الاحمر 8. يبقى احتمال الكره المسحوبه حمراء 8 على 20. الاحتمال الثاني قال لي احتمال الكره ليست حمراء. ليست ايه؟ لو انا بحسب احتمالات بسيطه تعال نفكر، هقسم على 20، مش احمر، هحط ايدي كده على اللي مش احمر، يبقى ايه يا ايه؟ يا اخضر يا اصفر. اخضر 7 و5 اصفر، يبقى كلهم كام؟ 12. يبقى دي 6 على 10 يعني 3 على كام؟ على 5. طب الاحتمال الثالث قال لي احتمال ان الكره خضراء او حمراء. خضراء او ايه؟ او حمراء. هقسم على كام قلنا؟ كام اصفر؟ قلت لي 7. طيب كم احمر؟ 8. 7 و8 بقينا كام؟ 15 على 20 يعني 3 على 4. استاذنا اتطرق هنا لكلمه احتمال ان الكره تكون زرقاء. انا عندي ثلاث انواع من الكرات، يا احمر يا اخضر يا اصفر. في الحاله دي اصبح هذا الحدث حدث مستحيل، لكن فضاء العينه بتاعه خلي بالك انا عندي 20 كره، 8 احمر 7 اخضر 5 اصفر، كلهم 20 كره. طب بيسالني على ازرق، يبقى ما فيش ولا كره زرقاء، يبقى صفر على 20. الحدث ده لو ما يجي يقول لي احتمال ان الكره زرقاء، اشوف كم كره زرقاء، قال لي ما فيش ولا كره، على كام؟ على 20. هذا الحدث يسمى حدث ايه؟ حدث مستحيل، لكن كهو حدث قال لي فاي، لكن احتماله بيساوي ايه؟ احتمال الحدث المستحيل ده بيساوي صفر. يبقى اول فكره خدناها اداني كره حمراء وكره صفراء وكره خضراء، جمعت طلع العدد الكلي 20. سألك عن أي احتمال، شوف عدد الكرات بتاعته كام وقسم على 20. طب لو سألك احتمال كرة حمراء أو صفراء، شوف الأحمر كام والأصفر كام. ليست حمراء، شيل الأحمر من حساباتك وابدأ اشتغل. يبقى الفكرة الأولانية دي بتسمى احتمالات، مالها احتمالات بسيطة. يبقى بشوف عدد مرات تكرار الحدث اللي هو طالبه على عدد عناصر فضاء العينة. أستاذ محمد برضو على نفس الكلام، في معنى مثال، لو عندنا طلاب إحدى المدارس في 100 طالب، منها 40 ذكور و60 اناث. كتير قوي 60 اناث ماشي يعني كده انت كده 40 ذكور و60 اناث يعني مش عارف لحد. على فكره المساله دي حضرتك جت في امتحان 2012 بالنص كده، مدرسه فيها 60 من الذكور 60 من الاناث و40 من الذكور، هيطلب ايه؟ الوضع صعب كده كتير قوي كده. احسب لو سحب طالب بطريقه عشوائيه، عايزين احتمال ان يكون من الذكور واحتمال ان يكون من الاناث. طيب اتفقنا ان دي احداث بسيطه صح، يعني ما فيهاش لا تقاطع ولا انترست ولا يونيون ولا اي شيء خالص ولا عدم ولا، احنا ماشيين معاك واحده واحده. شوف كم ذكور وكم اناث، قلت لي 40 ذكور اللي هو زعلان عليهم الاستاذ عماد و40 و60 اناث. هكتب هنا ذكور، طلعوا كام الذكور؟ قال لي 40. الاناث كام؟ فهو كاتبهم لي 60. 40 و60 بقينا كام؟ بقينا 100. لما يطلب منك احتمال بس يبقى تقسم على كام؟ قال لي على، هقسم على المية. طب قال لي اخترنا واحد طالب عشوائيا، وخلي بالك هكلمنا كلمة عشوائيا دي، عايزين نعرف ان هو من الذكور، اشوف كم طالب من الذكور. قال لي 40 على عدد الذكور كله كام؟ 100 بين 4 من 10. طب لو طلب منك احتمال وراح كاتب اناث، كلام جميل، اشوف كم اناث؟ قال لي 60 على كام؟ على 100 بقت 6 من 10. خلي بالك ان لما تجمع الاثنين دول لنفس فضاء العينه دول مجموعهم بيساوي 1. يبقى احتمال الذكور بيساوي ايه؟ قال لي عدد الطلبه الذكور على عدد
على عدد مين؟ قال لي احتمال الذكور بيساوي عدد الطلب الذكور على العدد الكلي للطلبة. طب احتمال ان يطلع معلش إناث بس ويسكت، شوف كم إناث يطلعوا 60 60 على 100. لاحظت حاجة، لو انت مثلت الحدث ألف اللي هو يمثل الطالب من الذكور، يبقى المكمل بتاعه اسمه ايه؟ اسمه ألف شرطة، واتفقنا احتمال الألف زائد عدم احتمال وقوع هذا الحدث ألف بيساوي كام؟ بيساوي واحد. قلت كده احتمال الألف زائد احتمال الألف شرطة مكمله بيساوي كام؟ طيب لو جه قال لك إذا كان احتمال ألف بيساوي 6 من 10، لسه أنت جايبه، تقدر تجيب لي احتمال ألف شرطة؟ قلت له كلام جميل، 1 ناقص 6 من 10 أصبح بكام؟ يبقى أنا لازم تعرف إن احتمال الألف زائد احتمال عدم وقوع الألف بيساوي كام؟ بيساوي 1 صحيح، أوعى تزيد عن 1. خلي بالك، يبقى احتمال ألف وعليها شرطة هو إيه؟ احتمال عدم وقوع الحدث ألف. خلي بالك إن احتمال الألف زائد احتمال الألف شرطة بتاعته بيساوي كام؟ بيساوي 1. إحنا لسه بنتكلم في الأحداث الهين البسيطة. خلي بالك بحسب الاحتمال إزاي؟ قال لي بشوف عدد مرات تكرر هذا الحدث على عدد عناصر فضاء العينة الكلي. معنا يا أستاذ محمد مثال ثالث، لو حضرتك معنا في فضاء نواتج، يعني كاتبين الفضاء 1 و2 و3 و4 و5، وعايزين نحسب 1 احتمال ظهور عدد فردي، والحدث ب احتمال ظهور عدد اولي، وعايزين احتمال ظهور فردي او اولي. طيب هنبص بس بالراحه كده ونعرف اما يدينا الفضاء. والله عدد عناصر فضاء العينه 5 هتقسم على 5، عدد عناصر فضاء العينه 6 هتقسم على 6، والمثال ده هترجمه بشكل تاني بعد ما خلصه. مديني فضاء العينة من 1 إلى 5، يعني 1 و2 و3 و4 و5، يبقى لما أقسم على كام؟ برافو عليك، على 5. سألك على عدد أولي، شوف الأعداد الأولية من 1 لـ5، تطلع يا 1 يا 3 يا 5، 3 أعداد نقسمهم على 5. طب عدد أولي، عدد بالبلدي كده لا يقبل القسمة إلا على نفسي، اللي هما الـ2 والـ3 والـ5، برافو عليك. طب بعد كده عايز منك كلمة أو، مش هقول المثال إلا ما تخلي بالك من كلمة أو. كلمة أو يعني احتمال وقوع الحدث ألف أو وقوع الحدث ب، اللي هو الاتحاد اللي هو بيساوي احتمال الألف زائد احتمال الب ناقص ألف تقاطع ب. همثلها بأشكال فيني دلوقتي قبل ما أحل مثالي. أنا عندي هنا ألف وب حدثين بالظبط كده، أدي ألف وأدي ب، الجزء ده المشترك ده اسمه ألف تقاطع ب، كلام جميل. عايز أجيب الاتحاد، من القوانين المهمة قوي، ألف اتحاد الب بيساوي احتمال الألف زائد احتمال الب مطروحا منها احتمال ألف تقاطع الب، جميل جدا. يبقى ألف اتحاد الب بيساوي احتمال الألف زائد احتمال الب مطروحا منه ألف تقاطع ب. هرجع للمثال بتاعي، مديني فضاء العينة من 1 لـ5 وطالب شوية احتمالات. تعال نكتب فضاء العينة، وكل كلمة هو كاتبها هننقلها عشان نترجمها الأرقام. لازم يبقى عندك المهارة انك تحول المعلومات اللي مديها لك كلامية الى معلومات رقمية او عددية. خلي بالك انا كان عندي الفضاء بتاعي كان فيه كام؟ هو قال لي 1 و2 و3 و4 و5، كلام جميل. طالب مني احتمال ظهور عدد ايه؟ قال لي عدد فردي، يبقى احتمال كلمة عدد فردي. ايه الاعداد الفردية؟ لازم اجيب له الحدث الف الاول. الاعداد الفردية من 1 لـ5 1 و3 و5، تقدر تجيب لي احتمال الحدث ألف؟ قلت له كلام جميل، نقسم على كام؟ على 5. كم عدد فردي؟ 3، يبقى 3 على كام؟ طيب عايز منك عدد أولي، إيه الأعداد الأولية؟ اللي هو ليكن الحدث به، اللي هما كام؟ يا 2 يا 3 يا 5، يبقى 2 و3 وكام؟ و5. تقدر تجيب لي احتمال الب؟ قلت له كلام جميل، كم عدد في ب؟ قال لي 1 2 3، يبقى 3 على كام؟ يبقى انا كده جبت عدد فردي وكده جبت عدد اولي. قبل ما اقول لك عدد فردي، ايه الاعداد الفرديه من 1 لحد 5؟ 1 و3 و5. ايه الاعداد الاوليه من 1 لحد 5؟ 2 و3 وكام؟ و5. الراجل ما كانش عايز اولي، امال كان عايز ايه؟ قال لي عدد اولي او ظهور عدد فردي. طب تعالى معايا، كان عندي احتمال الحدث الف كان ب 3 على كام؟ على 5. طب واحتمال الحدث ب، جميل جدا، كان برضو بتلاتة على كام؟ على 5. وكان عندي ألف تقاطع به، المشترك ما بين ألف وب اللي هما الـ2 و3 و5، والتانية كان عندي 1 و3 و5، والتانية 2 و3 و5، كلام جميل. المشترك بين العددين دول 3 وكام؟ يبقى نجيب احتمال ألف تقاطع الب بيساوي 2 على كام؟ عايز أجيب الاتحاد، هكتب قانون الاتحاد، احتمال ألف اتحاد الب بيساوي
كل احتمال الالف زائد كل احتمال الباء مطروحا منها الف تقاطع الباء. جميل جدا، هعوض تعويض مباشر. معايا الالف بكام؟ قال لي الالف بثلاثة على خمسة زائد ب 3 على 5 ناقص 2 على 5 6 نشيل منهم 2 يبقى 4 4 على كام؟ كده انا جبت احتمال الف اتحاد الباء. خلي بالك ممكن تجي لي المساله ديت بس بفضاء عينه لالقاء زهره نرد، خلي بالك مره واحده. لما القي زهره نرد مره واحده هتطلع لي ايه؟ هتطلع لي من 1 لحد 6 اللي هو 1 و2 و3 و4 و5 و6. لو طلب عدد اولي يبقى يا 1 يا 3 يا 5. تيجي نشوفها، قلت له عدد فردي نشتغلها. لما ارمي قطعه نقود مره واحده قال لي هتطلع لي ايه؟ صوره وكتابه. طب لما ارمي زهره نرد مره واحده هتطلع لي ايه؟ برافو عليك، هتطلع يا واحد لحد سته، واحد واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته. تعال نقولها مع بعض وبالراحه مع بعض، واحد اثنين وثلاثه واربعه وخمسه وكام؟ عايز منك احتمال العدد فردي وبسرعه، اقسم على كام؟ على سته. كم عدد فردي في دول؟ قال لي الأعداد الفردية اللي هي واحد وتلاتة وكام؟ يبقى تلاتة على ستة. طب عايز أجيب عدد أولي نفسها، إيه الأعداد الأولية في دول؟ اللي هما اتنين وتلاتة وكام؟ وخمسة. يبقى نقسم على كام؟ على ستة. كم عدد يا سيدي؟ برضو تلاتة. هات لي ألف تقاطع به، المشترك بينهم كام؟ اللي هو دي تلاتة وخمسة ودي تلاتة وخمسة، يبقى تلاتة وكام؟ تقدر تجيب لي احتمال ألف تقاطع الباء؟ قلت له كلام جميل، هنا ستة، نقسم على كام؟ اتنين على ستة. عايز أجيب الاحتمال المطلوب عندك، كان ألف اتحاد الباء، عندي الألف وعندي الباء وعندي التقاطع. عندي الألف كام؟ بتلاتة على ستة، عندي الباء بتلاتة على ستة، التقاطع باتنين على ستة. نكتب قانون الاتحاد، بيقول إيه قانون الاتحاد؟ ألف اتحاد الباء بيساوي احتمال الألف زائد احتمال الباء مطروحا منها ألف تقاطع تقاطع باء. نقولها مع بعض، يبقى احتمال ألف اتحاد الباء بيساوي احتمال الألف زائد احتمال الباء مطروحا منها احتمال ألف تقاطع تقاطع الباء. معايا كده الألف كانت بكام؟ قال لي احتمالها بثلاثة على ستة، الباء بثلاثة برضو على ستة، التقاطع اتنين على ستة، تبقى أربعة على ستة، يعني بالظبط وبالتحديد اتنين على على ثلاثة. خلي بالك الكلمة دي كلمة كبيرة قوي اسمها الاتحاد، أعرفها من كلمة أو، يبقى كلمة أو معناها إيه؟ الاتحاد. طب ألف اتحاد الباء بيساوي إيه؟ احتمال الألف زائد احتمال الباء مطروحا منها احتمال ألف تقاطع تقاطع الباء. طبعا أستاذ محمد قبل ما ننقل على تمرين قطعة النقود برضو بنناول أعزائنا الطلاب، يعني لو في مثال سيادتك قلته في زهرة النرد لو قلنا مثلا احتمال ظهور عدد أكبر من ستة برضو طبعا ده يبقى حدث مستحيل، حدث مستحيل. أو مثلا أقل من أو يساوي اتنين، يبقى أنا إيه؟ باخد الاتنين والواحد، يعني اللي هو يبقى الطالب برضو مركز معانا. هننتقل دلوقتي أستاذ محمد إلى مثال على قطعة النقود، وحضرتك نويت وقلت ان انا ممكن يجيب لي الفضاء في قطعه زهره نرد، او ان انا اقدر اجيب الفضاء عن طريق قطعه نقود. لو قلنا في تجربه القاء قطعه نقود مرتين، عايزين نكتب فضاء العينه دي واحد، بعد كده احسب احتمال ظهور صوره واحده، احتمال ظهور صورتين، احتمال ظهور صوره واحده على الاقل. طيب اما اجي ارمي قطعه نقود مره واحده هيبقى معايا ايه؟ يا صوره يا كتابه. طب هرمي قطعه نقود مرتين، خلي بالك من اللفظ اللي قلته، هيبقى عندي ايه؟ خلي بالك لما ارمي قطعه نقود مره واحده دي سهله، صوره يا كتابه. طب الرميه الثانيه هيبقى فيها ايه؟ قال لي برضو هتطلع صوره وكتابه. طب ما تيجي نشتغلها، بس قبل ما اشتغل دي هقول لك حته جميله، ان تجربه القاء قطعه نقود مرتين هي تجربه القاء قطعتي نقود مره واحده. يعني لما ارمي جنيه مرتين زي ما هرمي 2 جنيه مع بعض مره واحده. الرميه الاولانيه بتطلع لي صوره يا كتابه، كلام جميل. طب الرمية التانية أو الإلقاء التاني هتطلع صورة يا كتابة، والتانية برضو هتطلع صورة يا إيه؟ يبقى فضاء العينة اللي عندي هيبقى إيه؟ سمعك وأنت بتقول لي جميل جدا، هيبقى صورة وصورة، وبعد كده صورة وكتابة، كتابة وصورة، كتابة وكتابة، نقولهم مع بعض، يبقى صورة وصورة، صورة وكتابة، كتابة وصورة، كتابة وكتابة. عدد عناصر فضاء العينة كم حدث؟ أربع أحداث. أربع إيه؟ طيب تعال نفكر مع بعض، يبقى لما نقسم هنقسم على كام؟ على أربعة. أول احتمال طلبه احتمال ظهور صورة واحدة، إيه الأحداث اللي فيها صورة واحدة؟ اللي هي صورة وكتابة، وكتابة وصورة. يبقى الطلب الأولاني اسمه احتمال ظهور ماله يا سيدي؟ صورة واحدة، صورة واحدة. إيه الحدث ده؟ يا إما صورة وكتابة يا إما كتابة وصورة. الاحتمال ده الحدث ده بيساوي كام؟ تعال معايا
نشوف كام حدث. قال لي عدد عناصر فضاء العينة 4. هنا قال لي دول 2، يبقى 2 على كام؟ على 4. الطلب الثاني عايز احتمال ظهور صورتين. ظهور كام صورة؟ قال لي صورتين. نقسم على كام برضو؟ 4. الحدث اللي فيه صورتين اللي هو صورة وصورة، دول كام صورة؟ صورتين. حدث واحد يبقى 1 على 4. احتمال ظهور صورة واحدة على الأقل. كلمة على الأقل معناها إيه؟ هقولها لك، لازم تعرف إن ديت على الأقل معناها إيه؟ يعني أقل حاجة صورة، يا صورة يا صورتين يا مفيش تاني. يبقى الحدث ده لما تيجي تبص له، يا حدث ظهور صورة واحدة على الأقل، خلي بالك بيساوي إيه احتمال ظهور صورة واحدة على الأقل؟ بيساوي 1 ناقص الاحتمال العكسي، أو أقول له دي صورة وصورة، صورة وكتابة، كتابة وصورة، كام حدث دول؟ قال لي دول 3. يبقى احتمال الحدث ده بيساوي 3 على كام؟ 3 على 4. استاذ محمد، طيب احنا ان شاء الله يعني عندنا مثال برضو على الاحتمالات، او هنكمل مثال الاحتمالات. اسمح لنا نخرج فصل كده اعزائنا الطلاب، هنخرج فصل ان شاء الله ونرجع لكم، ابقوا معنا. رجعنا لكم اعزائنا الطلاب بعد الفصل. كنا بنتكلم قبل الفصل في الاحتمالات، وخدنا طبعا مجموعه من التمارين، اتكلمنا في صندوق بالكرات حمراء وخضراء، يعني مثال على الكرات الحمراء والخضراء، وبعد كده اتكلمنا في زهره النرد وقطعه النقود. طبعا كل ده لو في فضاء جاهز، او ان احنا بنجيب الفضاء زي ما شفنا في زهره النرد، او نلقي زهره نرد مره، قطعه نقود مرتين. دلوقتي طبعا يا استاذ محمد احنا معنا عرفنا طبعا ان او بنطبق قانون الاتحاد، وطبعا يعني تقاطع. لو في مثال حضرتك هو جايب الكلام ده يعني المعطيات جاهزه، واحنا عايزين نترجمها بالشكل اللي حضرتك اتعاملنا بيه، وهو اذا كان احتمال بيع السلعه الف 7/10، احتمال بيع السلعه ب 5/10، احتمال بيع السلعتين الف وب 4/10، عايزين نحسب احتمال بيع الف او ب، ثم احتمال عدم بيع الف وبيع السلعه ب، عدم بيع الف. وهل ده يا استاذ محمد برضو هيفرق لو انا بدات بالعكس، يعني لو قلت بيع الف وعدم ب؟ لا تفرق. ولا يعني برضو دي ايه؟ هقول لحضرتك بصراحه، انا بقول للطالب الاتي، اكتب احتمال، اكتب ح، بيع السلعه الف يبقى احتمال الف، خلي بالك عدم بيع السلعه الف يبقى الف عليها داش كده او شرطه تحطها على طول. تمام. طب لو قال لي او يبقى اتحاد، طب قال لي و يبقى تقاطع. كلمه فقط يعني فرق، كم لفظ تاخدهم معاك؟ 3. كلمه و يعني تقاطع لتحت، كلمه او يعني على الاقل يعني اتحاد. في كلمه ثانيه اسمها فقط، اسمها ايه؟ خلي بالك اسمها فقط، يبقى ناقص. حاجه تانية لازم تخلي بالك منها، لما يقول لك احتمال بيع السلعه الف و عدم بيع السلعه ب، قال لي هجيب احتمال الف يبقى احتمال الف و يبقى تقاطع، عدم بيع السلعه ب يبقى ب وعليها شرط، يبقى احتمال الف تقاطع ب بشرط. تمام. يعني احنا كده معانا ان المطلوب الاول احتمال بيع الف او ب، وعايزين عدم بيع الف وبيع ب، وعايزين عدم بيع الف او عدم بيع السلعه ب. طبعا احنا معانا في الاول احتمال بيع الف موجود، واحتمال بيع ب موجود، والسلعتين الف وب طبعا احنا كده كده هنترجمها الى تقاطع. طيب انا قلنا دلوقتي عشان نكتسب مهاره التعامل من تحويل البيانات اللي هي الكلاميه دي الى اعداد او قيم، لان علم الاحصاء بيهتم بالقيم نفسها. لما يطلب منك احتمال وقوع الحدث الف عرفناها، لكن هو مدهولي يبقى انا ما احسبش الف، يعني هو مديني احتمال الالف ومديني احتمال الب ومديني الف وب، خدت بالك كتبت الف وب يعني التقاطع. بعد كده لما يبقى عندك الف وعندك ب وعندك التقاطع تجيب ايه؟ برافو عليك، سامعك كنت بتقول لي اجيب الاتحاد. عندي احتمال الف بيساوي 7/10، احتمال الب كان ب 5/10، احتمال الف تقاطع الب، كلام جميل جدا جدا جدا. ب4 منين؟ لما يبقى عندي الف وب والتقاطع اجيب ايه؟ قال اجيب الاتحاد، اسمها احتمال الف اتحاد الب. لو حبيت اترجمها بتساوي ايه؟ قال لي اسمها احتمال بيع السلعة ألف أو السلعة ب، بتساوي احتمال الألف مجموع عليها احتمال الب مطروحة منها احتمال ألف تقاطع الب. كبر عوض هنا، يبقى دي 7/10 زائد 5/10 عوض تعويض مباشر، تطلع ب 8/10. يبقى الفكرة الأولانية خدناها احتمال بيع السلعة ألف أو السلعة ب، جبتها ازاي؟ أنا مديك ألف ومديك ب ومديك التقاطع، يبقى ألف زائد ب ناقص التقاطع. الكلمة التانية هكتبها، طالب يقول لي إيه؟ طيب هو لما يديني ألف ويديني ب ومديني التقاطع أكتب إيه؟ قلت له أنت شايف ألف وب والتقاطع وأنت مغمض، هات الاتحاد، ألف اتحاد الب
بتساوي احتمال الالف زائد احتمال الب مطروحا منها احتمال الف تقاطع الب. خلي بالك معايا لما يطلب منك احتمال بيع السلعه وعدم بيع السلعه الثانيه، طالب كده احتمال بيع السلعه الف وعدم بيع السلعه ب. كلمه احتمال نخليها كلمه ح، بيع يبقى دي الف وتبقى تقاطع، عدم بيع السلعه ب يبقى ب، اوعى تسيبها كده لو عليها شرطه. دي بتساوي ايه؟ قال لي بتساوي احتمال الالف مطروحا منها احتمال الف تقاطع ب. خلي بالك احتمال الالف ديت ب 7 من 10 ناقص 4 من 10 بقت ب 3 من 10، دي ليها اسم تاني اسمها احتمال الف، برافو عليك، فرق الب. ومعناها ايه؟ احتمال بيع السلعه الاولى فقط، احتمال بيع السلعه الف وكتب كلمه فقط، برافو عليك. يبقى خدت الفكرة الثانية، احتمال بيع السلعة ألف وعدم بيع السلعة ب، يبقى احتمال ألف تقاطع ب وعليها شرطة. اللي جه الأول اسمه ألف يبقى ألف ناقص ناقص مين؟ مطروحا منها إيه؟ التقاطع. طب لو طلب العكس، احتمال عدم بيع السلعة ألف وبيع السلعة ب، دي عكسها، تيجي نشتغلها؟ قلت له تعالى هكتبها عربي. الأول احتمال عدم بيع السلعة ألف وبيع السلعة ب. كلام جميل. ايه رايك لما اخد كلمه احتمال احط كلمه ح الاول مكانها؟ عدم بيع السلعه الف، ادي الف اهو، احط عليه ايه؟ شرطه جميله. وتبقى تقاطع بيع السلعه ب يبقى دي ب بتساوي ايه؟ سامعك وانت بتقول لي اللي مش عليه الشرطه يبقى احتمال الب مطروحا منها احتمال الف تقاطع الب. الب كانت بتتباع بكام؟ قال لي ب 5 من 10 ناقص التقاطع 4 من 10 يبقى بواحد من عشرة. خلي بالك دي ليها اسم تاني بتدلع بيه اسمه احتمال الب فرق الالف، خلي بالك، وبتساوي نفس القانون اللي هو احتمال ب مطروحة منها الف تقاطع الب. الفكرة الثالثة كان طالب ايه؟ احتمال عدم بيع السلعة الف او عدم بيع السلعة ب. تاني طالب مني احتمال عدم بيع السلعة الف، عدم بيع السلعة الف يبقى الف وعليها شرطة او يعني اتحاد، عدم بيع السلعة ب يبقى ب بشرطة. يبقى تعالى نكتبها مع بعض، طالب مني احتمال عدم بيع السلعة ألف وراح كاتب كلمة أو، عدم بيع السلعة ب، نقول مع بعض احتمال هكتب كلمة ح، ألف مش هنبيعها يبقى ألف عليها شرطة أو يعني اتحاد، عدم بيع السلعة ب ب بشرطة، اكتب ايه؟ قلت له ادي واحد ناقص احتمال الف وادي الب، دول كم شرطه؟ سامعك وانت بتقول لي شرطتين، تعمل ايه في الشرطتين؟ واحد ناقص، خلي بالك دي علامه الاتحاد، تقلبها انت ايه؟ تقاطع، يبقى واحد ناقص التقاطع بتاعنا كان ب 4 من 10 يبقى ب 6 منين؟ 6 من 10. يبقى الفكرتين اللي انا خدتهم عشان اجيب احتمال الف اتحاد الب بيساوي ايه؟ برافو عليك، احتمال الالف زائد احتمال الب مطروحا منها الف تقاطع ب. عايز الف فرق الب يبقى احتمال الف ناقص التقاطع، عايز ب فرق الالف يبقى ب فرق التقاطع، احتمال عدم بيع الف او عدم بيع ب اللي هو احتمال الف شرطه اتحاد ب بشرطه، واحد ناقص اقلب انت الاتحاد خليه تقاطع او التقاطع خليه الاتحاد. برضه يا استاذ محمد لو في ما زلنا في الاحتمالات وحضرتك برضو عايزين يعني لو هدينا على الجاهز كده، احتمال ألف بستة من عشرة، احتمال ب بأربعة من عشرة مديني التقاطع، وعايزين نشوف طبعا كسرد ليه مجموعة القوانين المفروض الطالب يكون عارفها. هنطلب مثلا الاتحاد، يبقى أنا معايا احتمال ألف بستة من عشرة ومعانا احتمال ب بأربعة من عشرة واحتمال التقاطع بثلاثة من عشرة. عايزين حضرتك احتمال ألف اتحاد الب، ألف شرطة تقاطع اتحاد ب شرطة، ألف فرق الب، ألف اتحاد الب كل داش، واحتمال الب فرق الألف. طيب أنا جايب لك بيانات جاهزة، جايب لك احتمال الألف متشكرين، احتمال الب متشكرين أكتر، مديني ألف تقاطع ب، كل اللي أنا هعمله أعمل إيه؟ بكتب القانون، طالب اتحاد ومن غير ما يطلب الاتحاد، لما يبقى عندك الألف وعندك الب وعندك التقاطع تجيب مين؟ هجيب الاتحاد بسرعة، يبقى احتمال الألف اتحاد الب بيساوي احتمال الألف زائد احتمال الب مطروحة منها ألف تقاطع تقاطع ب. كان عندي احتمال الألف بيساوي كام؟ وعندي احتمال الب بيساوي كام؟ 6 من 10. واحتمال الف تقاطع الب بكام؟ الالف كان احتماله ب 6 من 10، 4 من 10، ب 4 من 10، 3 من 10، وده ب 3 من 10. بعد اذنك نقدر نجيب الاتحاد. كلام جميل،
ابدا اجيب الاتحاد احتمال الف اتحاد الباء بيساوي كل الالف له احتماله زائد كل الباء ليها احتمال مطروحه من احتمال الف تقاطع الباء. اعوض تعويضات مباشره، الالف بستة من عشرة جميل جدا، زائد أربعة من عشرة مطروحة منها ثلاثة من عشرة، يبقى ألف اتحاد البيه بيساوي سبعة من عشرة. الطلب الثاني هو عايزه احتمال ألف شرطة وبيه شرطة، وهنا في اتحاد. سامعك وانت بتقول لي احنا لسه شغالينها قبل كده، هتعمل ايه؟ قلت له هقول واحد ناقص احتمال ألف وادي البيه، ومش هستعجل، دي اتحاد تقلبها انت ايه؟ تقاطع. واحد ناقص التقاطع بتاعي بكام؟ بثلاثة من عشرة. واحد ناقص ثلاثة من عشرة أصبحت بسبعة، سبعة من عشرة. طب لو كان طالب ألف تقاطع به وعليها شرطة تعمل أنت إيه؟ واحد ناقص الاتحاد. لو طالب اللي هو متمم أو اتحاد المتممات بيساوي واحد ناقص تقاطع المتممات. خلي بالك معايا، طالب منك احتمال ألف شرطة تقاطع به بشرطة، هكتبها، والواحد ناقص هو مديك تقاطع تعمل أنت إيه؟ تقلبها اتحاد. يعني طالب مديني احتمال ألف شرطة تقاطع به بشرطة، تعمل أنت إيه؟ واحد ناقص احتمال ألف وادي الباء. تعال معايا، دي إيه يا سيدي الفاضل؟ دي تقاطع، تخليها أنت إيه؟ اتحاد. واحد ناقص الاتحاد لسه جايبينه بسبعة من عشرة أصبح الاتحاد بثلاثة من عشرة. يبقى ألف تقاطع به بشرطة بتساوي واحد ناقص احتمال ألف اتحاد الباء. واحد ناقص سبعة من عشرة أصبحت بثلاثة من عشرة. طالب منك احتمال ألف فرق الباء. ماذا تعني ألف فرق باء؟ يبقى ألف فقط بتساوي احتمال الألف مطروحة منها احتمال ألف تقاطع الباء. التقاطع مدولي بثلاثة من عشرة، والألف كان مدولي بستة من عشرة، بالآلة بتاعتك ومن غير آلة يبقى بثلاثة، ثلاثة من عشرة. طلب مني حاجة تانية جميلة اللي هي احتمال الألف اتحاد الباء وعليها شرطة. ألف اتحاد الباء وعليها شرطة واحد ناقص الاتحاد. واحد ناقص إزاي؟ يعني أنا مديني قوس لوحده ومحطوط عليه شرطة، خد واحد ناقص اللي جوه القوس. طب لو طلب منك احتمال ألف اتحاد الباء وعليها شرطة كده تعمل انت فيها ايه؟ قال لي واحد ناقص اللي جوه القوس نفسه. اللي جوه القوس ايه؟ واحد ناقص كنا جايبين الاتحاد بسبعة من عشرة اصبح بثلاثة من عشرة. طب عايز مني احتمال الباء فرق الالف، يبقى احتمال الباء مطروحة منها احتمال الف تقاطع الباء. الباء كان بكام؟ قال لي الباء كان باربعة من عشرة، والتقاطع كنا جايبينه بثلاثة من عشرة، يبقى بالظبط وبالتحديد طالع واحد من عشرة. يبقى لو اداني بيانات جاهزة اعمل انا ايه؟ اجيب الف اتحاد الباء وبعد كده ابدا اشتغل. لو اداني الف اتحاد الباء وعايز التقاطع اكتب قانون الاتحاد واعكس، يبقى الف اتحاد الباء بيساوي ايه؟ الف زائد ب احتمال الالف زائد احتمال الباء مطروحه منها الف تقاطع ب. طلب الف فقط يبقى الف فرق التقاطع، طلب ب فقط خلي بالك يبقى ب فرق التقاطع. طب لو طلب منك احد الحدثين فقط اجمع الفرقين او هات الاتحاد اطرح منه التقاطع. معايا محمد كده؟ يعني برضو معنا مثال اخير في الاحتمالات، عشان طبعا لسه طبعا ان شاء الله وقت حلقتنا يسعفنا ونراجع التوزيع الطبيعي والعينات. يعني كمثال اخير برضو عشان الطالب يتدرب على كل انواع الامثله سواء من في مجموع موضوع الاحتمالات، معنا فضاء العينه موجود او مش موجود. يعني استاذ محمد احنا لو قلنا في فصل دراسي ب 50 طالب منهم 35 يدرسون الاحصاء و25 يدرسون المحاسبه و15 يدرسون الاحصاء والمحاسبه، واختير طالب عشوائيا، عايزين نحسب ان الطالب احتمال الطالب يدرس ماده واحده على الاقل يبقى دي كده اتحاد، والطالب لا يدرس اي من المادتين، الطالب يدرس الاحصاء ولا يدرس المحاسبه. طيب انا عندي فصل دراسي عدد طلاب الفصل الدراسي كام؟ قال لي 50، يبقى اي احتمال لاي ماده بيساوي عدد اللي بيدرسوا الماده دي على 50. طب لو طلب مني احتمال اللي بيدرسوا احصاء بس، كم طالب يدرس احصاء؟ قال لي 35 على 50. طب شوف كم طالب بيدرس محاسبه، عدد الطلبه الذين يدرسون المحاسبه على 50. تعال نفكر مع بعض. يبقى انا الكلمه الاولانيه كانت الاحصاء، كلام جميل. كان عندي احتمال الالف، حط كده نقسم على 50 ليه؟ لان عدد طلاب الفصل كلهم كام؟ قال لي 50. كم طالب بيدرس؟ قال لي 35 طالب. يبقى احتمال الباء اللي هي تسمى المحاسبه اللي جت نمره 2 نقسم برضه على كام؟ قال لي على 50. كم طالب بيدرسوا محاسبه؟ قال لي 25. طب هات لي التقاطع بتاعهم، الف تقاطع الباء اللي عرفته من كلمه و نقسم على كام؟ قال لي على 50. خلي بالك معايا، هو قال لك 15 طالب بيدرسوا المادتين مع بعض، يبقى احتمال الالف ب 35 على 50، احتمال الباء ب 25 على 50، الف تقاطع ب بيساوي كام؟ قال لي بيساوي 15 على 50. قال لي احتمال
أن الطالب، خلي بالك بنقول أهو، يدرس مادة واحدة على الأقل. كلام جميل جدا جدا. على الأقل معناها احتمال ألف اتحاد الباء بتساوي احتمال الألف زائد احتمال الباء ناقص احتمال الألف تقاطع الباء. الألف بتاعنا ب 35 على كام؟ زائد 25 على 50، مطروحة منها 15 على 50. 35 هنا 60 ناقص 15 يبقى 45 على 50. كده جبت الاحتمال، يعني 9 منين؟ 9 من 10. يبقى أنا أول كلمة خدتها، خلي بالك، كلمة طالب يدرس مادة واحدة على الأقل. مادة واحدة على الأقل معناها إيه؟ احتمال الألف زائد احتمال الباء مطروحة منهم الحتة المشتركة بينهم، يبقى ألف كلها اللي هي الإحصاء كلها، وب المحاسبة كلها، ناقص احتمال ألف تقاطع الباء. ما تنساش إن ظهور مادة واحدة أو طالب بيدرس مادة واحدة على الأقل. مادة واحدة على الأقل يعني إيه؟ يعني هات لي اتحاد، هات احتمال الألف زائد احتمال الباء مطروحا منها احتمال ألف تقاطع باء. نقول تاني، احتمال ألف اتحاد الباء بيساوي ايه؟ الاحتمال ألف اتحاد الباء بتساوي كل احتمال الألف زائد احتمال الباء مطروحا منها احتمال ألف تقاطع باء. تعال نقول مع بعض، احتمال الألف بتاعنا كان بكام؟ سامعك وانت بتقول لي 35 على كام؟ زائد 25 على 50 ناقص 15 على 50، طلعت بالظبط وبالتحديد 45 على 50، يعني في 9 من 10. المطلوب الثاني، احتمال أن الطالب لا يدرس أي من المادتين. الطالب ما بيدرس أي من المادتين. كلام جميل. دول بيدرسوا أي المادتين؟ احتمال الاتحاد. إيه رأيك لما تكتب لي كده احتمال ألف اتحاد الب وعليها شرطة؟ ليه شرطة؟ عشان كلمة النفي ده، النيجاتيف ده نفي. كلمة لا بتساوي ايه ده؟ قال لي بتساوي واحد ناقص احتمال الف اتحاد الباء. الالف اتحاد الباء بتسعة من عشرة، واحد ناقص تسعة من عشرة يطلع واحد من عشرة. طلب تاني، حاجة تانية، ان الطالب يدرس الاحصاء فقط. لما الطالب يدرس الاحصاء فقط معناها ايه؟ هات احتمال الالف ناقص احتمال الف تقاطع الباء. يبقى لو الطالب يدرس الاحصاء فقط تعمل ايه؟ قال لي هجيب احتمال الاحصاء اللي هي الف، خلي بالك، ناقص احتمال ألف تقاطع الباء. هكتبها احتمال أن الطالب، ماله الطالب؟ يدرس الإحصاء، وراح كاتب كلمة فقط. على فكرة ليها ترجمة تانية، احتمال أن الطالب يدرس الإحصاء ولا يدرس المحاسبة، اسمها احتمال ألف فرق الباء. وكلمة الفرق بتفكرني باللي بيجي الأول مطروحة منه ألف تقاطع الباء. التقاطع كان 15 على 50، ودول 35 على 50 بالآلة، يبقى 20 على 50، يعني طلع بالظبط وبالتحديد 4 من 10. أنا متهيألي كده خلصت جميع أفكار الاحتمالات بتاعت اللي هي المهمة جدا عندك. يبقى أنا بدأت بالاحتمالات البسيطة، واتكلمت في احتمال وقوع الحدث ألف وعدم وقوع الحدث ألف، وبعد كده عرفت كلمة وا يعني تقاطع، كلمة اتحاد ألف اتحاد الباء بتساوي احتمال الألف زائد احتمال الباء مطروحة منها ألف تقاطع الباء. بعد كده خدت المتممات لو هما بشرطتين واحد ناقص وقلب العلامة، لكن لو هو قوس وعليه شرطة واحدة واحد ناقص اللي جوه القوس كده. يا أستاذ محمد، احنا اعتقد برضو يعني حضرتك احنا استوفينا كل الأفكار الخاصة بالاحتمالات. عايزين إن شاء الله نبدأ طبعا في التوزيع الطبيعي. وطبعا قبل ما نبدأ في التوزيع الطبيعي، احنا حضرتك قلت لنا قبل كده إن التوزيع الطبيعي فيه نوعين، في متغير طبيعي معياري وفي متغير غير معياري. يعني أنا في شغل أو في أمثلة هنقدر نشتغل من الجدول مباشرة، إحنا بنذكر أعزائنا الطلاب، وفي أمثلة طبعًا أنا لازم زي ما حضرتك علمتنا علامة المرور اللي أنت لازم أعملها الأول. فدلوقتي حضرتك إحنا معانا مجموعة أمثلة على إيجاد على التوزيع الطبيعي المعياري اللي هو قيمة صاد تنحصر بين قيمتين، وأمثلة على التوزيع الطبيعي غير معياري. برضه عشان وقت حلقتنا سريعًا كده هنقول لو حضرتك، لو أنا قلت في مثال أوجد احتمال صاد أكبر من أو تساوي الصفر وأقل من الاثنين، صاد أكبر من سالب واحد وأقل من سالب اثنين، يعني يمشي واحدة مع بعض عشان إيه عزيزي الطلاب يتعرفوا على الأول. أنا عندي توزيع يسمى التوزيع الطبيعي المعياري أو القياسي. كلمة معياري أو قياسي معنى واحد. خلي بالك إن التوزيع الطبيعي له وسط حسابي وله تباين. خلي بالك إن وسط التوزيع الطبيعي المعياري وسطه الحسابي أو الميو بتاعته بتساوي صفر والسيجما بتاعته بتساوي واحد، رمز وصاد، وبتروح تخبط على الجدول مرة واحدة، ما بتروحش غير للجدول. خلي بالك من علامة التباين، ولما تيجي تقرأ حط صبعك تحت الصاد، أكبر من يبقى بتظل ناحية الفتحة،
خلي بالك، انا اول احتمال طالبه منك احتمال الصاد اكبر من الصفر واقل من الكام؟ من الاثنين. كلام جميل، ارسم الرسمه بتاعتي. قلت له اه هرسم الرسمه بس عايز اقراها، اسمها احتمال صاد اكبر من الصفر واقل من الكام. برسم الرسمه اهي، خلي بالك هنا الصفر وهنا الاثنين. قال لي ايوه الاحتمال هو طالب من الصفر للاثنين، عايز الاريا دي كلها. خلي بالك معايا، المسافه دي كلها بجيبها من الجدول، بروح عند الجدول التوزيع الطبيعي عند 2 طالعه بالظبط وبالتحديد 4.72. لا جمعت ولا طرحت لان الصفر معايا مشترك. احتمال الصاد خلي بالك اكبر من الصفر واقل من الاثنين، طالعه ب 4.72. لو نفس المساله دي عايز اجيبها، احتمال الصاد اكبر من سالب 2 واقل من الصفر، تيجي نكتبها؟ اكتبها ازاي؟ قال لي طالب احتمال الصاد اكبر من سالب 2 واقل منين؟ واقل من الصفر. خلي بالك انا عندي الصفر الناحيه دي كلها موجب الى ما لا نهايه، الناحيه دي سالب الى سالب ما لا نهايه. طالب منك احتمال الصاد هنا صفر وهنا سالب 2. لما احب اترجمها هرسم الرسمه بتاعتي. خلي بالك الصفر معايا عامل مشترك، ادي الصفر دي سالب 2 من هنا ولا الناحيه الثانيه؟ قال لي الناحيه الثانيه الشمال. هو طالب منك المساحه دي كلها بالظبط، المساحه دي من الجدول كله بكام؟ قال لي الجدول من صفر لحد 2. خلي بالك دي بتحدد المكان بس، لو هي موجبه اصبحت ناحيه اليمين، لو هي سالبه اصبحت ناحيه الشمال. الاحتمال ده بالظبط وبالتحديد 4.72. يبقى انا اول فكره معايا ان هو اداني ايه؟ اداني الصفر معايا عامل مشترك. يعني ايه؟ الصفر بقيس منه من الصفر للاثنين، هي من الصفر لسالب 2 والرقم معروف 4.72. افرض انه طلب مني مسافه ما بين نقطتين، مفيش لا اكبر من ولا اصغر من، يعني طالب مني احتمال الصاد اكبر من سالب نص واقل من الاثنين. عكسها قال لي اه المره اللي فاتت كان صفر هنا، برسم الرسمه بتاعتي. الصفر ادي سالب نص وهنا 2، كلام جميل. طب المسافه دي انا لسه حاسبها، دي 4.72 ودي 19.15، عايزين نجمعهم. اجمع وهات لي احتمال وبسرعه. 5 و2 7 بقينا 8، 6 5 و1 بقينا 6. كده جبت الاحتمال؟ قال لي ايوه، بس خلي بالك ان دي من الصاد اكبر من كام؟ من سالب 2 واقل من كام؟ من 2. طب لو طلب منك احتمال تاني، احتمال صاد اكبر من قيمه واقل من قيمه، يعني صاد ديت اكبر من قيمه هنا وقيمه ثانيه، لو هما لهم نفس الاشارات اطرح، لكن لهم اشارتين مختلفتين، واحده موجبه واحده سالبه، هجمع المساحات. طب لو طلب منك احتمال الصاد اكبر من سالب 1 واقل من الواحد، اقل من الاثنين، تعمل ايه؟ زي الثانيه، برسم الرسمه بتاعتي. هنا الصفر، هنا 2، وهنا سالب 1. دي المسافه كلها، المساحه الاولانيه ودي المساحه الثانيه. بجيب من الصفر للاثنين، من الصفر للاثنين طلع 4.72، هنا 34.13. اجمع عشان تجيب الاحتمال ده، 2 و3 5 بقينا 8 و1 8. هغير الاشاره دي واخليها سالب. خلي بالك ان التوزيع الطبيعي المعياري له وسط يسمى الوسط الحسابي ميو وبيساوي صفر. خلي بالك انا جبت لك الفكره الاولانيه ان الصفر معايا، الفكره الثانيه ان الصفر مش معايا، في نقطه ناحيه دي والناحيه الثانيه. افرض طلب منك احتمال الصاد اكبر من كام؟ اكبر من الاثنين مثلا، او احتمال بالظبط كده الصاد اكبر من 1 واقل من الاثنين، دول في نفس الدايركشن او نفس الاتجاه او اتجاه واحد. نرسم الرسمه بتاعتنا بالشكل ده، ادي الصفر ادي الاثنين وادي الواحد، كلام جميل. عايز اجيب المسافه دي، انا مطلوب مني الحته دي بس. الجدول بيديني من الصفر للاثنين والجدول بيديني من الصفر للواحد، المساحه دي كلها انا مطلوبه مني، ده الاحتمال بتاعي. المسافه من الصفر للاثنين ديت 4.72 وده 34.13، يبقى نطرح 4.72 ناقص 34.13 تبقى دي 9، 1 من 6 بقينا 5، 4 بقينا 3 وهنا 1. كده كلام جميل جدا. نبدأ بقى نتعامل مع بعض في إيه؟ إن لو هو ده توزيع طبيعي معياري أعرفه هو رمزه صاد، مفيش أكبر من كده ولا غير كده. لكن في توزيع طبيعي غير معياري هو يقول لك هيدي لك رمزه سين، وسطه الحسابي خلي بالك غير، خلي بالك من اللي هقوله، غير الصفر، وتباينه لا يساوي الواحد.
ممكن يجي لي في اكمل التوزيع الطبيعي وسطه الحسابي ميو بتساوي نقط وتباينه بيساوي نقط. يبقى في التوزيع الطبيعي المعياري وسط الحسابي او متوسطه او المين بتاعه بيساوي صفر، والسيجما بتاعته او الانحراف المعياري بتاعه بيساوي واحد. يا استاذ محمد برضو عشان وقت حلقتنا، يعني لو احنا قلنا طبعا احنا قلنا صاد هنتعامل مع الجدول مباشره، ده التوزيع الطبيعي او المتغير الطبيعي المعياري، ولكن لو سين واحنا حضرتك عايزين نقول مثلا اذا كان سين متغير عشوائي يتبع التوزيع الطبيعي بوسط الحسابي 50 وانحراف المعياري 5، عايزين احتمال سين اكبر من او تساوي 60 واقل من او تساوي 60، وسين طبعا اكبر من او تساوي 45 واقل من او تساوي 60، وسين ما بين 55 و60 عشان وقت حالي. طيب انا دلوقتي عندي توزيع طبيعي غير معياري هيبقى رمزه سين. خلي بالك دور على كلمتين، شوف وسط الحسابي كام وتباينه كام. يبقى انا عندي الوسط الحسابي له ميو ايوه وله تباين، عشان احول التوزيع الطبيعي اللي هو الغير معياري اللي رمزه سين الى توزيع طبيعي معياري رمزه صاد لابد من ايجاد ما يسمى بتيكت او اشاره المرور او التيكت اللي بعدي بيه. القانون بتاعي بيقول صاد بتساوي سين ناقص ميو على سيجما، صاد بتساوي سين ناقص ميو على ايه؟ على سيجما. يبقى انا لازم ادور على الكلمتين دول اشوف كلمه متوسط التوزيع كام، وبعد كده تباين الانحراف المعياري كام. ولو اداك، خلي بالك قلنا قبل كده لو اداك تباين اجزر. المثال اللي معايا بيقول لي اذا كان س متغير عشوائي طبيعي وسط الحسابي بيساوي قيمه وانحرافه المعياري بيساوي 5. خلي بالك يبقى انا عندي الميو بتاعتي بتساوي كام والسيجما بتاعتي بتساوي كام. قال لي الميو بتاعتي بتساوي 50 والسيجما بتاعتنا بتساوي 5. اول طلب عايز منك احتمال السين اكبر من وتساوي 60. قلت له خلي السين صاد. جميل جدا، تعمل ايه؟ قال لي احط الستين اطرح منها الخمسين ديت واقسم على كام؟ على 5. احتمال الصاد اكبر من الاثنين. لو حبيت ارسم الرسمه بتاعتي اشمعنى الاثنين ديت؟ قلت 60 ناقص منهم 50 بقت 10، 10 على 5 فيها الاثنين. لازم الرسمه بتوضح لك حاجات كتير قوي. ادي الصفر وادي الاثنين، ظل ناحية الفتحة، شوف الفتحة هنا اهو، يبقى تظلل هنا من عند الاثنين، يبقى دي 5 من 10 مطروحة منها، 5 من 10 لان دي كل ده 5 من 10، هو طالب منك ديت، يبقى 5 من 10 مطروح منها ايه؟ المساحة الجدولية 4 7 2 2، تطلع 8 2 2 0. ده احتمال السين اكبر من كام؟ اكبر من 60. ما تنساش ان الوسط الحسابي بتاعي كان كام؟ قال لي كان 50، والانحراف المعياري بتاعي كام؟ 5. كان طالب احتمال السين اكبر من 60، قلت الستين ناقص 50 على 5 طلعت باتنين، اكبر من الاتنين يبقى 5 من 10 مطروحة منها، مطروحة منها كام؟ خلي بالك الخمسة من عشرة ناقص المساحة الجدولية. طالب احتمال ما تنساش تاني، بس قبل ما يطلب الاحتمال التاني من بيانات مثالي ما انساهاش، ان الميو بتاعتي كانت ب50 والسيجما بتاعتك كانت بكام؟ ب5. عايز منك احتمال ايه؟ قال لي احتمال السين اقل من 60، نفس الثانيه اقل من كام وماله، خلي السين تبقى ايه؟ صاد عكس الاشاره الثانيه، يبقى 60 ناقص 50 على كام؟ يبقى احتمال الصاد اقل من الاثنين، اقل من الاثنين ارسم الرسمه، هنا الصفر الاثنين موجبه، كل المسافه دي هو اللي طالبها، قلت الجدول بيديني من صفر للاثنين، والمساحه دي كلها 5 من 10، دي 5 من 10 ودي 4 7 2 2، كل الكلام ده يبقى بيساوي 5 من 10 مطروحا منها. قال لي لا، مجموعا عليها كام؟ 4 7 2 2، يبقى 2 7 7 9. كده خدت ايه؟ احتمال السين اقل من كام؟ اقل من 60. خلي بالك لو جبت احتمال السين اقل من 60 زائد القيمة التانية احتمال السين اكبر من 60، تجمع الناتجين اللي لازم يطلعوا واحد صحيح، لان من اول ما اشتغلنا المحاضره بتاعتنا قلنا ايه؟ احتمال وقوع الحدث الف زائد عدم احتمال وقوع الحدث الف بيساوي 1. برضه في نفس المثال اللي احنا كنا شغالين فيه زين س حضرتك اخذنا س اكبر من 60 واقل من 60، حضرتك عايزين س اكبر من او تساوي 45 واقل من او تساوي 60. طيب هرجع تاني، بيانات التمرين بتاعتي كان الميو بكام؟ قال لي الميو ب 50، وخلي بالك ان الميو ب50 والسيجما كانت ب5، اكتب ميو بتساوي، قلت له 50 السيجما بتساوي 5، طالب منك احتمال السين اكبر من واقل من، القوس الجميل هنا كان 60 وهنا 5 وكام؟
واربعين. خلي السين صاد وادي الحاء، اشتغل كده بالراحة بالخطوات معك. هتحط لي هنا ايه؟ قال لي هتجيب لي الخمسة واربعين وهنا الستين، هنا ناقص خمسين وهنا ناقص خمسين، السيجما تحت بخمسة والسيجما تحت بخمسة، يبقى احتمال الصاد اكبر من واقل من ديت اتنين ودي سالب واحد. متهيألي شفنا الشكل ده في اول الحلقة، احتمال الصاد اكبر من سالب واحد واقل منين؟ واقل من الاتنين. ادي الرسمة بتاعتي، الاتنين هنا والواحد، الاتنين هنا والواحد بالسالب هنا. اجمع المساحتين دولت، اربعة سبعتين اتنين وهنا اربعة وتلاتين تلاتاشر، تطلع خمسة واحد واحد تمانية. كده جبت احتمال السين اكبر من كام؟ اكبر من 45 واقل من 60. استاذ محمد طبعا احنا كان في طبعا فكره ثانيه حضرتك نويت ليها سريعا، لو حضرتك احنا معانا الوسط الحسابي والانحراف المعياري بنشتغل بالقانون اللي استاذ محمد قاله، لو في تباين فاحنا بنجيب جذر التباين، وده كان مثال معانا، ولكن اسمعنا استاذ محمد للاسف وقت حلقتنا كالعاده انتهى بسرعه، وبنشكر حضرتك النهارده على حلقه النهارده، وبنشكر طبعا طاقم الاعداد. انا بشكر حضرتك الاول، وبشكر القائمين على القناه، وبشكر كل الناس اللي طلعتنا بالصوره الجميله ديت، ودايما يا رب دايما للقدام وللتقدم افضل، وبقول لاولادي نبتدي نذاكر فورا، ناكد نجاحنا من دلوقتي، المشوار الطويل بيبدا بخطوه، اعمل عليك بامانه والباقي على ربنا ان شاء الله. شكرا لك يا استاذ محمد. بكده اعزائي طلبه وطالبات دبلوم مدارس الثانويه التجاريه تنتهي حلقتنا النهارده من برنامجنا مدرسه على الهواء، دمتم في رعايه الله وامنه، القاكم دائما على خير في الحلقات القادمه. كان معكم محمد صدقي، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.